صباح الخير، مسافر القاهرة النهاردة عشان أقضي يوم مع الشباب، يعني إن شاء الله يبقى يوم لذيذ جدا جدا جدا. النهاردة برضو فرصة حلوة جدا إن أنا يعني أجرب الكاميرا الجو برو هيرو 5 في الشطات اللي أنا ماشي في الشارع، الكلام ده كله إني يعني صعب جدا إن أنا بمشي بدي في الشارع، بتبقى مشكلة كبيرة وبتسبب يعني إحراج وممكن تسبب مشاكل. يعني مش عارف ليه كل فلوج لازم أكد على حتة إن المشايين بالكاميرا في الشارع في مصر بيعمل مشاكل، ف الله المستعان. يلا بينا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته يا أخي. ازيك يا حاج؟ ازيك يا هندسة؟ عامل إيه؟ خلاص بقى يا عم، ما عدناش هندسة بقى. هال 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 عباد الله. أنا عارف إن أبويا وحشكوا يعني، فعشان كده بس هو مش هيوصلني النهاردة، يعني النهاردة هيسيبني بقى عشان ورا شغله. توصيلة صغيرة كده. آه، توصيلة لحد المول بس. الكاميرا الصغيرة دي بتسجل. آه. وصلت دلوقتي، مستني كريم يجي ياخدني بقى من العربيه. افتح يا عم الباب اللي ورا يا عم. هي في مشكله دلوقتي، خلينا ايه، خلينا كده. هتبقى عارف انت، طب انت طالع ولا مش طالع ولا ايه كده؟ هو يرجع يا معلم. كويسه جدا، بس هي مشكلتها ممكن الصوت ما يكونش واضح. الفكره بقى في يعني ان انا بحب الكاميرا دي، انها طبعا اصغر بكتير من الثانيه. بس كمان في مشكله، لقيت ان انت احيانا وانت بتفلوج بيبقى قدامك تو اوبشنز، ان انت تليف المومنت ولا تكاتش المومنت. فمش عارف، مش عارف هو ما بين الاثنين خالص، انت ازاي تكاتش المومنت في نفس الوقت تستمتع بيها. انا بعمل حاجتين، بعمل ايام الف فيها المومنت وايام الفلوج اصور يعني. بس حاجه زي دي دلوقتي، يعني انا هنا جاي وقابلك وكمان شويه نقابل حازم، مش كل يوم يعني ببقى في القاهرة وكده. اي نعم، ممكن الفترة الجاية ان شاء الله يبقى كل شوية. مش هيتجوز؟ لا مش هيتجوز. بس يعني حاجة زي دي يعني لازم نصور حاجة زي دي، وفي نفس الوقت عايز تعيش بس لو احنا قعدنا صورنا دقيقتين هنا ودقيقتين مع حازم وخمس دقايق، ما بتبقاش رونين يعني. بس انا بتبقى مشكلتي كلها ان فعلا يعني دلوقتي بقيت اتعمد لما اروح اكل في حته ما اصورش، يعني لما هاجي الاكل شكله يبقى عاجبني اصوره واعمل كده وهاجي تفضل كمان كده. هو انت اشم الريحه، قطع حته عيش التجربه. وكل بالراحه وتمزج. بيتقال عليها في السايكولوجي مايندفولنس، انك تكون بكل حواسك جوه اللحظه اللي انت عايشها دي، من اقوى حاجه بتساعد. نايس. فاحنا حتى دين علينا نبقى مايندفول، يعني حتى في الصلاه اللي احنا بنصليها دي المفروض الخشوع معناه العلمي ان انت تبقى مايندفول، انت بكل حواسك وجسدك انت مع ربنا بس، مش في حته تانيه. نايس. فاحنا اصلا بنبراكتس مايندفولنس 5 مرات في اليوم عشان نبقى مبسوطين. فعشان كده الناس تقول لك الصلاه يا عم، انت صلي عشانك انت، انت مش بتصلي يعني، هو ربنا حط لك عشان انت محتاج. صح. ف صح جدا. لسه والله امبارح برضو انا وزوجتي كنا بنتكلم في حاجه كده برضو، فعمالين عماله تقول لي ايه يعني، ربنا شرع دي عشان ينقذ الست من كذا، وحط دي عشان يحافظ عليها من كذا. فتلاقي ان شرع والحلال والحرام هو مش بيقدرك، هو بيحمي الست من الراجل مثلا اللي هتبقى عقليته مش متفهمه او مش عارفه يأذيها. فلو هو التعليم بتاعه ما جابوش الحلال والحرام هيجي. مش عارف ايه خطر الديلين اللي طلعت كده. ازيكم يا فانز. هو دي القناه بتاعت المليون ولا بتاعت الناس اللي مش كتير قوي؟ بتاع الناس اللي مش كتير قوي. ازيكم، عاملين ايه؟ دول بقى الناس اللي ايه، اللي بيحبوك لشخصك. صح. دول الناس اللي انت قلت لهم يا جدعان انا عايز اعمل قناه لنفسي واتكلم عن نفسي، وجم. مش الناس اللي عملت فلوج شتموك. انتوا ناس محترمه جدا. ثانك يو جايز. حازم طبعا، حازم اكيد الناس اللي عاملين لي
سبسكرايب عكيك. هو كل الناس اللي بتتفرج على الفلوجز عارفه الفلوجرز كلهم. صح كريم طبعا مشغول بيختار لنا اكل. كريم جعان وانا جعان والله يا سي. سلمينيو كبيره جدا. انا عامل دايت بقالي يومين فعلا. كسرنا له الدايت احنا النهارده ونازل فيه 2 كيلو. رايح دلوقتي اركب من عند رمسيس لطنطا. مش عارف اذا كان الصوت واضح ولا لا بس ان شاء الله يعني هنقيم الموضوع من ناحيه الصوت لما نروح. يعني للاسف جوده الصوت من الجو برو مش كويسه. طبعا بكل تاكيد ما نقدرش نلوم جو برو ان جوده الصوت فيها سيئه. هي اساسا مش معموله انها تكابتشر جود كواليتي ساوند. يعني هي معموله كاكشن كاميرا للناس اللي بيتزحلقوا على الجليد ويغوصوا تحت الميه والكلام ده كله. بس الحقيقه يعني يا كنت اتمنى انها تكابتشر على الاقل ساوند او صوت الجوده بتاعته ديسنت بحيث ان الواحد ممكن يعتمد عليها في فول فلوج. بس لا يعني لو انت بتفكر انك تشتري كاميرا تفلوج بيها على طول الجو برو مش البيرفكت تشويس. اعتقد ان الجي 7 اكس يعني الجودة الصورة فيها احسن بكتير من الجو برو وجودة الصوت يعني تقدر تقول افضل نسبيا برضو من الجو برو. فلو انت هتشتري كاميرا تفلوج بيها وتكون صغيرة علشان ما تحصلكش مشاكل مثلا شايف ان الجي 7 اكس هي البيرفكت تشويس يعني الخيار المثالي بكل تأكيد. حتى فيها الفليب اوت سكرين يعني لو انت عايز تفريم يور سيلف او تفريم السبجكت بتاعك. ممكن نبقى نعمل كومبارسنز او مقارنات ما بين الكاميرات لو انتوا عايزين يعني. فلو انتوا عايزين سيبوا لنا في كومنت تحت. اوكي خلينا نعدي النقطه دي. اليومين دول بقرا كتاب Think and Grow Rich لنابليون هيل وهو بيتكلم عن ازاي الناس ده الكندل باي ذا واي بيتكلم عن ازاي الناس اللي هم اغنياء وحققوا نجاحات كبيره جدا ايه الصفات المشتركه ما بينهم او ايه هي الحاجات اللي ساعدتهم ان هم يبقوا كده. يعني في لقوا ان حاجات مشتركه ما بينهم وبيتكلم عن الحاجات دي في الكتاب ده. الحقيقه شيء مهم جدا الناس دول كلهم اشتركوا فيه هي ان هم كانوا بيتجمعوا مع الناس المشتركين لهم في نفس الفيجنز ونفس الرؤى ونفس الاهداف ويقعدوا يبرين ستورم او يعملوا معصف ذهني ترجمه باللغه العربيه للافكار والمشاريع والكلام ده كله. حتى المشاكل الشخصية والمشاكل العائلية كانوا بيتناقشوا فيها في البرين ستورمينج ده. الفكرة اني لما روحت قعدت مع كريم وحازم وكده it actually يعني الواحد حس بتحسن او حس ان هو انسان احسن لما تكلم معاهم في الحاجات اللي هو عايز يعملها بتسمع الاراء المختلفة. والموضوع جمال الموضوع ان انت لما بتتناقش مع يعني ما بتتناقش في الحاجات دي مع ناس بيشاركوك نفس الاهتمامات بتطلعهم في النهاية حاجة واو حاجة جميلة جدا. يعني اعتقد حصلت لكم قبل كده ان انت بتكون قاعد بتفكر في حاجات 3 4 ايام ومش عارف توصلها الحل ومجرد ما بتتكلم مع واحد صاحبك او بتتناقش مع واحد صاحبك في الموضوع ده انت ممكن توصل للحل انت ذات نفسك بس من خلال الحديث او من خلال البرين ستورمينج ده. الموضوع عامل زي التنس ان انت محتاج حد تبعت له الكرة ويجيبها لك تاني. اوكي ما ينفعش تسجل هدف او صعب انك تسجل هدف وانت بتلعب لوحدك مفيش حد بيخبط الكرة قصادك. يعني فمهم جدا 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 ان انت تتجمع وتناقش الافكار او تناقش الحاجات اللي انت عايز تعملها مع ناس بيشاركوك نفس الاهتمام. يا اعتقد ان انا هحاول احط ده في السكيدجول بتاعي ان انا كل اسبوعين مثلا اروح زياره واقابل الناس دي. اعتقد هتبقى حاجه لذيذه جدا. Don't you think؟ كده احنا خلصنا. بعتذر لو جودة الصوت في الاجزاء اللي صورت بيها بالجو برو ما كانتش كويسة قوي بس كنت بجرب الموضوع وبختبره بشارككم التجربة. اوكي لو انت مهتم بالقراية كتاب Think and Grow Rich يعني very interesting يعني انصح به انك تبص عليه بصة وتشوف الكتاب ده بيتكلم عن ايه. وكمان يعني لو انت بتحاول تحسن الانجليزي بتاعك فالقراية من اكتر الحاجات اللي بتحسن الانجليزي. ولو بتقرأ اقرأ بصوت عالي لو بتقرا انجليزي اقرا بصوت عالي هيحسن البرونسيشن عندك وهيحسن حاجات كتير. Trust me. اوكي okay؟ السلام عليكم.